نهاركم سعيد مشاهدينا. الخميس 17 أيلول، بالأمس الأربعاء 16 أيلول، الكثير يتحدثون عن مخطط كان واضحا ومبيتا لدى السلطات اللبنانية بإنهاء الحراك بالأمس تزامنا مع جلسة الحوار، طاولة الحوار. بالنسبة للكثيرين، امبارح شهد على كمين حقيقي من قبل السلطات الأمنية للإيقاع بالشباب الناشطين من مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم بالأمس لاعتقالهم ولتوقيفهم لكي ينتهي هذا الحراك. بالنسبة للكثيرين، في كتير دلائل كانت واضحة بأنه ما حصل لم يكن بردة فعل عفوية من قبل القوى الأمنية، خاصة بأنه في معلومات بتشير أن القوى الأمنية كانت راصدة الكثير من الشبان بصورهم، بهوياتهم، بتوجهاتهم، وما إن اقترب يعني أو ما إن كان يلقى القبض على أحد هؤلاء الشبان كان دغري يتوقف ويتحول إلى التحقيق أو إلى التوقيف. هذه وجهة نظر طبعا الشارع والحراك. أما بالنسبة لوجهة نظر القوى الأمنية ووزارة الداخلية، فتعاملت بالنسبة لهم هذه القوى الأمنية بكثير من يعني الود والاحترام والتروي مع المتظاهرين، وبأنها كانت ردة فعل لأن المتظاهرين كانوا عم يشتموا القوى الأمنية، ما جعلهم أنه يكون في حالة دفاع عن النفس. أي من الروايتين هي الأدق؟ بدنا نناقشها مع ضيوفنا اليوم. بدي رحب فيك نضال أيوب، أنت أحدى الموقوفات بالأمس بالمواجهات مع القوى الأمنية، الحمد لله على السلامة. ايضا بدي رحب فيك الممثل ميشيل ابو سليمان، يمكن يعني حيستغربوا وجودك معنا، بس انا بدي اقول انه امبارح الجسم الصحافي والاعلامي كان لافته تحركك، يعني كنت عم تجرب تتصل بكل الجسم الاعلامي وبكل الناشطين من اجل التحرك للافراج عن الموقوفين، فيعطيك العافيه. على الموقوفات صحيح، عن الموقف. هل في علاقه قبل؟ اكيد لا. اذا شكرا، يعني يعطيك العافيه. ميرسي. وبدي اقول كمان انه معنا ايضا احدى الموقوفات بالامس سياره الحركه، بس يمكن تاخرت. يارا جاي على الطريق. نعم، فخلينا نشوف حال الطريق والطرقات لنشوف ليه تاخرت. نشوف يارا قد ايه تاخر بالضبط. إذا جوني باتجاه بيروت كالعادة، مثل هيدا الوقت من النهار بيكون في عجقة سير، بيكون في حركة، وإنما باتجاه الشمال بتكون عادة الطريق مريحة. دورة ما في مشكلة أبدا بالاتجاهين. إذا الدورة باتجاه جوني في شوية عجقة، بس متخيل إنه هي وقفة صغيرة، مش أكيد وقفة صغيرة، مش عجقة سير. كتير مريحة طريق شارل حلو بالاتجاهين، ساسين جدا مريحة، بس الحمراء فيها حركة، خيارة حركة جاية كمان. وإذا المزرعة أيضا فيها حركة دون عجقة سير. وإذا طريق المطار كمان مريحة. وإذا صيدا كمان مريحة، في كمان حركة أمل نسيت تحكي عنها على لأنه من امبارح أيضا من الأسامي اللي تم تداولها. يعني يعني سوري إنه غلطة كبيرة غلطناها امبارح، إنه جبنا سيرة، لأنه جبناها بالمجمل نحن، يعني حكينا إنه بدك تسمي كل الأحزاب وكل الزعماء، لا بدهم يستثنوا زعيم، دائما بدهم يستثنوا زعيم، نحن عم نجمل الكل، الكل سبب هالشيء اللي عم بيصير هلا، ما فينا نستثني حدا، وكل حدا كمان بده يستثني زعيمه، يعني انه انا اذا بدي اهتف كلهم، يعني كلهم، نبيه بري ما فينا اهتف ضده، وليد جنبلاط لعون انه لا ما تجملوا الكل، حسن نصر الله انه لا، انه وليد جنبلاط فيكي، يعني هو الوحيد اللي يبدو انه هو اعلن عن حاله، هو اعلن طبعا، نحن تأم فاسد وانا من الفاسدين. نعم. هو اعلن نفسه، هو الاكثر ديمقراطيه يعني في حركه الفساد. شفتها لذيذه منه انه لا، انه اعلن انه حكي الحقيقه. يعني خليني ابدا الحديث معك نضال أيوب، مثل ما ذكرت
في قراءتين للي حصل بالأمس. قراءة بتقول أنه هذا كان مخططاً مدبراً واضحاً، خاصة أنه في معلومات أو إذا بدي أقول شكوك من قبل المتظاهرين بأنه القوى الأمنية مش عفوياً أوقفت الشباب، وإنما كان عندها صور، كان عندها أسماء، كان بشكل ممنهج تم التوقيف وليس اعتباطي أبداً وليس ردة فعل. بينما وجهة نظر قوى الأمن ووزير الداخلية بتقول أنه لا، القوى الأمنية هي ضغطت نفسها إلى الآخر، ولكن بالنهاية أنتوا جربتوا أنكم تشيلوا الشريط الشائك اللي بيفصل بينكم وبين ساحة النجمة، أنتوا اعتديتوا على القوى الأمنية، في صور بتفرجي أنه أنتوا كنتوا عم تستفزون، وبالتالي كانت ردة فعل طبيعية من قوى الأمنية. شو مشاهداتك؟ الفكرة أنه ما بعرف، دايما عم بقولوا أنه عم بيصير في أعمال شغب أو في ناس عم تهجم على قوى الأمنية، أنه ما بعرف كيف أول شيء حدا ضعيف بيهجم على حدا قوي، أنه حدا ما معه أسلحة، حدا ما معه ولا يعني أنه نكب عليهم قنينة مي، أنه كيف يعني عم نهجم ناس معهم عن جد معهم أسلحة، معهم هود الشيء المطاط الهروات وشو يعني نستفزهم؟ أنه أنا ليه طول الوقت نحن عم نتعرض لعنف من الدولة على من وقت ما خلقت يمكن لهلأ عنف بكل الأشكال؟ يعني أي متى يعني ليه أنا بدي ضلني ساكت؟ يعني مبارح بالتحقيق في حدا قال أنه نحن عم نتهجم على القوى الأمن، واللي هو طبعاً هالشي ما صار. يعني الفكرة أنه أنا أي متى يعني أنه مثل أنه بدنيانا أنه معلي حتى لو هجم عليك وضربيك أنه أنت ما أنه ما بتردي؟ أنه الفكرة ما كان ضرب عادي، يعني في 50 شخص مكافحة شغب، في 2 بالأرض عم يضربون، ومش عم يضربون على إجرين وهيك على الراس، يعني منه شيء عفوي، يعني يعني في كأن حقد. يعني أنا كتير بقدر حدا موجود أو بفهم حدا موجود تحت لأن عم بقدي واجبه، بس في فرق، في فرق بين ما أنه حدا واقف ما عم بكل حقده عم بيطلع علينا، وفي حدا عن جد عم يضرب ليأذي، وفي حدا بينطر يعني نحن خصوص البنات تحت عم ينحكى معنا، يعني حكي عم يتقلنا عبارات أنه هيدا ما بعرف قديه بيدفعوا له ليقلنا مسبة، يعني بينحكى حكي فظيع. طيب خلينا بلش من القصة من الأول. أنت عم بتقولي أنه لا، هن اللي اعتدوا عليك. أنا بدي أكون هنا محامي الطرف الآخر، هل من المنطق أنه اليوم إجت القوى الأمنية شفتكم متظاهرين سلميين، إجت بلشت تشد البنات بشعرها وتسحلون على الطريق؟ يعني هل هذا منطقي؟ بينما نحن شفنا صور، برجع بقول نحن ما عم نتبنى، بس أنا هلأ خلينا نحكي باسم الرأي الآخر، وبتخيل LBC معروفة اليوم موقفها وين بهذه الحركة. شفنا صور متظاهرين باللغة الجسدية عم بيسبوا قوى الأمن، في صور واضحة يعني أنه كان في استفزاز للقوى الأمنية. هل المشاهدات منا دقيقة؟ أول شيء ما بعرف، أنا الفيديو تبعي بظن نحط أنه أنا إذا سبيت أو إذا أنا تهجمت. أنا اللي عم بعمله، كان في شاب اسمه إلي كلداني وفي إله فيديو معي على التليفون، ما بعرف إذا بتكون نعرضه. أول فيديو أنا كنت عم بصوره وقت كانوا هجمين على الشبان وعم يضربون على راسهم، عم بقوله لقوى الأمن أنه بليز شوف، أنه بس طلع لورا، أنه عمول شيء، وما كان يخليه. بعدين إلي قرب تيشيلهم، أنه عن جد يعني أنه ما فيك تتركيهم، فاعتقل إلي. وانا رحت كمان لشيل الي لان محل حشروه بالزاويه وحسيت حيضربوه. حتى في فيديو في بنت مكمشه بشب. حنشوفه هلا. انه شو الاستفزاز؟ يعني انا بمحل اوكي في استفزاز، شو الاستفزاز؟ انا الي حقوق، اوكي انا عم طالب بحقوقي، في قوى امن واقفه بالنص عم تحمي السلطه اللي هي ولا مره حميتني، يعني ما بدك تعطيك حقوقي، القوى الامن تحميني؟ اوكي ما عم تحميني ولا مره حميتني ولا مره، عم تحمي السلطه. ايه بمحل حيصير في مواجهه، يعني انه حكينا بالضبط شو صار معك، ليه اعتقلتي، كيف اعتقلتي بالضبط؟ اوكي كنت انا اول شيء كنت عم صور وعم ببعث شيء صحفية، ما كنت تحت عم بعمل شغل صحافي، كنا عم نبعث للميديا للفيسبوك يعني. أوكي. مش على صفحتي. اوكي اول شيء انه انا بمحل عن جد ما بعرف قد ايه انا صحفيه، لان انا ما بقدر بهيك وضع ضلني كامش الكاميرا او نازله بس عم غطي وكون واقفه ورا بهيك محل. انا يعني صرت عم برجف لما اشوف مليون حدا عم يضربوا شخص، انه ما في ضلني واقفه، مستفز الواحد، ما في يعني انسى، ماني صحفيه عن جد. فانه صرت ما عارفه وين بدي اركض، بدي شيل، وانه انا عن جد انه ما حقدر شيل حدا فعليا عن حدا، لانه
أوكي. لما شفت كمان إلي دغري إنه هجمت ما تضربوه ما تضربوه عادي يعني. إلي شو كان عم يعمل لضربوه؟ إلي قلت لك من شوي إنه هو كان عم بقول لهم إنه 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 طلع إنه بليز بس تطلع، وعن جد مع الفيديو يعني إنه تطلع شو عم يعملوا، إنه شوفوا إنه في مليون حدا عليه. آخر شيء قرب هو تا عم بشيل حدا أخده، وكمان ببين إنه إلي طول الوقت كمان كان واقف ورا، يعني مش انه هن ناس عم يضربوا لنقول اذا استفزوا انه حدا استفزهم، ومش أوكي. من حقهم انه يعتقلوا ناس، فيهم يعتقلوا الناس اللي استفزون لنقول انه يلي سبك معروف مثلا، يلي وجه لك شيء معروف، وفيهم يعتقلوا الناس مع انه منه شيء، تجهوا لغير مطرح وضربوا على الراس، ضرب على الراس مش مسموح بالمعهد، بهيك حالة ممنوع ضرب على الراس، المعهد ما بيعلمهم بهيك حالة لمكافحة الشغب يضربوا على الراس، يعني جاي أوامر من برات السلطة الأمنية بترجى من كل ضابط يرفض أي أمر خارج السلطة الأمنية، بترجى لأنه اللي صار مبارح أوفر. خليني هون بس أذكر بأنه في عدة عناصر من قوى الأمن بالأمس من زحلة رفضت كلياً بأنها تلتحق بالقوة اللي كانت موجودة بوسط بيروت، لأنها رفضت كلياً بأنها تنضم إلى هذا يعني إذا تنصاع إلى هذه الأوامر. ناس بيروت كمان عم يرفضوا. أوكي بس وبدي أقول أنه أوكي نحن مبارح يعني الأغلبية اللي عم بيكون على الأرض عن جد عم يتعاملوا بطريقة كتير سيئة، بس في ناس من اللي كانوا بالمخفر كانوا عن جد يعني كتير منيح. نضال إذن إلي عندركية وعارفين أنه نحن عم ننزل، أنا بوجه تحية عن جد للشباب هو شو رفاق فيه، أنه لا هني عم بقولونا أنه أنتوا عم تحكوا بصوتنا ونحن ما قادرين نحكي، ويعني هذا محور حق أوصل له. أنا بدي كفي ليش أنت قلتي إذن إلي شفتي أنه ما كان عم يعمل شيء، كان عم بيدافع عن أحد زملائه، ومع هيك أنت شفتي بالعين المجردة أنه نوقفه، أنت بتقولي أنه إلي ما اعتدى حدا وما قال ما استفز حدا، شو اللي صار لأنت تم توقيفك؟ لما شفتهم جايبين ولا إلي كمان ما بعرف كم شخص كانوا مساكين فيه وحطوه بزاوية، فأنه أنا ما بعرف كيف ركدت، ما بكون الواحد عم بفكر أوكي. يعني وصرت أنه معبطة فيه أنه ما تضربوه هيك، وعلى العجقة يعني في وحدة هيك شدتني بشعري، عنصر من قوى الأمن يعني طبعاً. وانه هلا بتشوفوا شو حنعمل فيكم وما بعرف شو، لمجرد انه انت عم تحمي زميلك شدتك من شعرك وقالت لك هلا بتشوفي شو حنعمل فيك، اوكي شو عملت فيك؟ لانه اعتقلونا يعني وقفت. بس انه انا يمكن يعني في صبايا تانيين قالوا لهم كلمات نابيه، يعني انه اوكي انا انضربت شوي يعني في ردود خفيفه، بس انه ما انه مبرر لا كيف انا اعتقلنا ولا كيف توقيفك واعتقالك لمجرد انه انت عم بتساعدي صح عم لانه عم تحمي احد زملائك صح، والتهمه كانت شغب وانضربتي يعني انا ما بعرف اذا كان فيها تاخذها، بس انا فيني اشوف اثر ضرب على ايديك هذا الازرق فيني اهم شيء السيل، يعني نحن كلبجنا بالسيل، عرفتي السيل اللي بحطوه لهيدا سيل الشريط البلاستيك، ويارا الحركه ضلت يعني ايديها لليل كثير معلمين لانه مش انه عادي لا شدوا منيح منظر البنات. خلينا انتقل لعندك كلبجين جليل شيء كثير مستفز، يعني ميشيل ابو سليمان انت ممثل كوميدي، انا تحت ما كنت ممثل ديما، انا كنت مواطن عادي بشم زباله مثله مثل غيره، يعني مع بعض الحراك طبعا شفناك عم تتحرك، بس امبارح كان في عندك حركه لافته، خليني اقول انه انا كصحفيه لفتتني لانه كان كثير عم يوصل لي فويس مسجز منك عم تقعد تناشد الناس انه لازم ننزل ندافع عن الموقوفات وعم بتصور الى اخره، شو يعني شو اللي نزلك شو قضيتك؟ نزلت على المظاهره مثل ما كنا نزلنا ب 29 اب نفس الشيء، اوكي نازلين على المظاهره، بس ساعة شيء بيستفزك أول شيء نازل بالسيارة في جبل زبالة على طول شيء 20 متر بعلو السيارة، هيدا شيء ما بينحمل على طريق الرابية بكفية، أنا ونازل من بيتي هيدا شيء بلشت أرجف من هون، وصلت لتحت شباب كان في تمام ما كانوا كتار، قلت أنا ليش مش كتار هالقدي، صرت فكر أنه يحن العالم بالشغل، قلت أنا أوكي خلينا بالتي هي أحسن نكون نحن هون عم نطالب بحقوقنا يلي هي معروفة. انت شو حقوقك اللي عم تنزل كرمالة مثل حقوق اي مواطن؟ بس شو سقف طلباتك انه فايت انها تنحل قبل كل شيء؟ اوكي قبل كل شيء رح تشتت الدنيا يا جماعة، مش معقول هالبرادة اللي عم يتبردوا فيها. اوكي يبقى هيدا هو انت يعني هيدا هو محركك الاساسي اول شيء بعدين
اكيد مجلس النيابه بده يعمل انتخابات وبعدين في عنا رئيس جمهوري ينتخب من الشعب. في كتير مطالب، بس اول شيء اللي اهم شيء هلا قبل ما تشتت الدنيا شلونا الزباله. ما بعرف شو عم يعملوا، شو نزلوا عملوا امبارح. اوكي، فاذا نزلت نزلت واذ بشوف هجموا القوى الامنيه على المتظاهرين، شو السبب ما بعرف ما انتبهت، بس على بعد متر مني كمش الهراوي او بكعب شيء اسود ولبده على راسه، لا شاب يمكن ما بيتعدى 19 سنه. انا هون خلص شو ضرب على الراس يعني، يعني يا قتل يا عطب، يعني يا شلل يا نزيف بدماغ يا كوم. انت بتاكد هالمشاهده انه هو ضربه على راسه؟ على راسه بالعصاية. في فيديوهات معروفه، في فيديوهات مبينه. هلا انا مش معي بس مع الشباب والصبايا والاعلام والصحفيين كلهم، كلهم مبينين انه عم يضربوا على الراس. هيدا مش من اوامر المعهد ابدا، والمعهد بهيك حاله، بهيك حاله شغب ما في سلاح مع المتظاهرين نازلين بطريقه سلميه، ممنوع تضربوا على راسه اصلا، ممنوع تدقروا. بس سلمنا جدلا استفزك وهجمت عليه، ممنوع تضربه على راسه، ممنوع تضرب بنت. لو قد ما استفزتك عم تضرب بنت طولك مترين بمتر، شو بتقدر تعمل لك البنت؟ هلا هو الضرب بغض النظر اذا بنت او شاب منه مسموح يعني، وكثير مزعج. بس عم بقول لك قديش استفزيت لحتى تضرب ما تضرب على راسه. كنت كثير عم بتدافع عن يعني الموقفات، بعتقد ان هي عم تحكي من منطلق انه متى وحده نزلت على تظاهره ما لازم بقى نطبق صح. مفهوم الجندر عليها يعني، هي كائن مثل غيره. فهي عم هذا الشيء صار اول شيء بس الشيء بيستفزك صار بتشوفي خمس دركيه عم يضربوا بنت من باب انه القوه الجسديه مش متكافئه. شو بدي بكل شيء، شيل كل شيء على جنب. انا كانسان عم بتطلع بهالمنظر، يمكن مش بهالمطرح، يمكن مطرح تاني. خمس رجال مش قوة امنيه يا اختي، مش قوة امنيه. خمس رجال عاديين عم يضربوا بنت، هذا شيء بيستفزني. مش مسموح. خليني اشوف الصور. هذا ديما غير القوى المدنيه اللي كانت بيناتنا. خلينا نشوف سوا بعض من الصور اللي اتخذت بالأمس. إذن هيدي إحدى الصور اللي انتشرت كتير، هيدي أيضا فيها شد. إذا ممكن انتقل للصورة. أوكي، إحدى المعتقلات هون، إحدى الموقفات أو المعتقلات. هيدي أنت نضال لما كلبجوجي وأخذوك، إذا فينا خلي هيدي. وهي الصورة بتخيل اللي كنا عم نحكي عنها انه هي محتمية بأحد الشباب. لا بليز، مش محتمية، عم كامش الشاب عم تحمي. فاتكم عم يقطعوا الصورة كتير بسرعة، ممكن نرجعهم شوي، ممكن نرجع على هيديك الصورة اللي في شاب عم بي البنت عم تحمي الشاب اللي عم بياكل خبيط. وهيدي ايضا كمان هيدي كمان بتعبر عن نفس الفكرة، وهيدي كمان بتعبر عن نفس الفكرة. بس هون واضح أنه هن محتميين يعني. ممكن شوي شوي الصور من فضلكم. هيدي من بعد الخبيط ديما. أيضا هون توقيف بنت. ممكن أنت إلا صورة بعدها. هو بيجوا ورا بعضهم. سلايد. أوكي. ما بيوقفوا. هاي انت لما وقفوك نضال في بس صوره، لانه كانوا عم ايه بالضبط. هيدي الصوره معبره، هي عم تحميه بتخيل مشان ما يسحبوه وعم تتم عمليه السحب. فاذا ميشيل، لما نزلت امبارح وشفت هيدا المشهد ما عدنا نزلنا على رياض صلح وساحه الشهداء، بس اجينا خبر انه كان في بنتين ثلاثه بالمخفر، كانوا بعضهم بنتين ثلاثه وبلشوا لحتى وصلوا لست بنات. خلص قررنا انه نبقى قدام المخفر الجميزي خمس ساعات ست ساعات لطلعون، وكان في بيا لارا ليارا موجود معنا، وقالوا له اذا بدك خد بنتك وتصرف تصرف شهم جدا. قال لهم يا الخمس يا الست بنات يا ما بنتي بتضل معهم، ما طلع بنت. قالوا له خد بنتك، ما اخذها. هذا تصرف كتير بطل وكتير شهم، وبنته وابنه ديجا كان قبل معتقل كمان مع القوى الامنيه. هذا زلمه يا ريت كل العيال بتفكر مثله وبتنزل على الشارع وبتنزل اولادها، لان كلنا نفس الشيء.
إذا أنت ميشيل كنت متظاهر وبتشهد أنه بالعين المجردة كان في إفراط باستخدام القوة زيادة من قبل القوى الأمنية. طب خلينا نروح على تفسير ما حصل مبارح. تفسير ما حصل مبارح برأيك نضال شو هو؟ ليه مبارح كان في استخدام بهذا الشكل القوة؟ نحن عم نحكي مثل كأنه مبارح أول مرة منشوف عنف من القوى الأمنية، واللي هو بشكل عام منه أول مرة. يعني إذا ما نطلع من قبل على أحداث حي السلم وقت كانوا عاملين إضراب لنهر البارد لعرسال لطرابلس، دايما القوى الأمنية عم تستخدم العنف، والعنف كتير، يعني في مدنيين كتير عم بيروحوا، ولا سيما نحن النساء نتعرض لكتير عنف من رجال الشرطة، إن كان تحرش نتعرض له على الطرقات أو من العنف الأسري لما مرة تروح تتشكى على زوجها بيقولوا لها رجعي على البيت، أو العاملة الأجنبية لما كيف المعاملة معها بالشرطة، أو البنات لما ينحبسوا كيف يتم التحرش فيهم. يعني في كتير قصص، يعني هذا منه شيء جديد بالنسبة لنا. وكمان في ناس عم بتصور انه يي نساء موجودين، منه شيء غريب انه نحن موجودين، نحن دائما موجودين بالشارع، وكتير مستفز لنا انه نحن عم ننزل نشارك، غير انه عم بيكون في كتير هتافات ذكوريه موجوده انه اوكي مثلا عطوا لنا انه اخوات الرجال وما بعرف شو. يا جماعه نحن نساء ما ضروري القوه تكون للرجال، عن جد هالشيء كتير لازم ننتبه له، لانها كمان جزء أنا معركتنا امبارح نحن كبطلات، بطلات يعني. كانوا عن جد بطلات. كان في أعمال بطولية نسائية مش طبيعية. أنتوا برأيكم أنه امبارح اللي صار هو لإنهاء الحراك أو شو بالضبط يعني اللي صار؟ من أنت عم تقولي أنه كل مرة عم نشوف عنف، بس بعتقد أنه يمكن دوز العنف أو القوة كانت أقوى، بس دي ما كل مرة عم بيصير هيك، عم نزيد ما عم نقل على فكرة يعني ابدا. يعني ولا مره، لما دائما عم بيصير في اعتقالات وهيك عم ينزلوا عالم اكثر على الطريق. بعدين انه شو التخويف؟ يعني واحد ما عنده لا كهرباء ولا مي ولا ضمان ولا ضمان شيخوخه، ما يعني ولا اي حقوق، يعني انه ليه بده يوقف؟ عن جد انه بمحل في ناس عن جد ما عندها شيء تخسره، كل حدا بعبر بطريقته. يمكن انا لهلا انه بوقف بعيد ما كتير بقرب، يمكن في ناس تانيين بعبروا بطريقه مختلفه، يعني اللي نازل من مناطق خصوص الضواحي اللي هو محروم من كل شيء، واللي هن تقريبا اللي يمكن عم بكبوا مولوتوف وهيك، انه ليه هيدا الشق؟ يعني انه ها بعبر بطريقه مختلفه، ولا منه شغب، يعني هيدا هيك هو بعبر. طب شو تعريفك ساعتها للشغب اذا هيدا؟ انه الشغب كثير كثير عباره فضفاضه، مثلا الشغب التعدي على المؤسسات العامه، اي مؤسسات عامه هلا قلنا اصلا سوليدير انه ايه، بس يعني التعريف الموضوعي التعريف الموضوعي لغويا لموضوع الشغب هو الاعتداء بشكل عنفي على يعني ممتلكات عامه الى اخره. هلا نعم هي الممتلكات طيب العامه، لكن هن اللي عم يعملوا شغب لانهن حرمينا، لكن عم بقول انه لغويا هذا هو التعريف، يعني لو الا شو تعريفه اللغوي ولا شغب؟ هن حرمينا من كل ممتلكاتنا، لان انا ما عندي حق بولا اي شيء. يعني حتى امبارح مثلا كان عم بقول لي ما بعرف اذا كان حدا عم بحقق انه انت لازم تتشكى. طب انا صاير معي حادثه قبل ومشك يا حدا عسكري، وين قضيتي؟ انا بهمني اعرف شو صار معك بالتوقيف. قالت لك احدى عناصر قوى الامن انه هلا بتشوفي شو حنعمل فيك، شفناك بالصوره مكلبجه، قلت لي مش بالكلبشات وانما بشريط الحديد، سير مش حديد البلاستيك. اوكي، تم اقتيادك. هذا بيقطع الايد قطع يعني كثير مأزم شوي. هلا بنشوف اذا معلم بعده على ايدياره. تم اهلا يا رسالت معنا بالاستوديو، تم اقتيادك للجميزي؟ لا، اول شيء رحنا على سكنه الحلو، ضلينا ما بعرف كم ساعه لانهم بيهمني اعرف تفاصيل التوقيف. اوكي، بدي اقول انه في بنت كانت مضروبه على راسها وكان مورم راسها وما نقلوا على المستشفى لوقت ما صرنا نحن نصرخ، والصليب وصار في اشكال مع الصليب الاحمر. يعني الصليب الاحمر قال له انه انا شايف من برا بس من جوا ما بعرف شو فيه، يمكن البنت يكون عندها نزيف. وعن جد لو كان عندها نزيف البنت راحت. وهن كتير انه لا ما بدهم يستلموا ولا جابون لهون، يعني هن كتير عايشين رواء. والبنت بعدين عملت بانيك ويمكن غمى عليها يعني، وانه ولما نصير نصرخ وهيك بيقولوا لنا ما نحكمكم، فينا نحكمكم بتهمه العساكر، انه لا ما عليه البنت يصير لها شيء، بس انه انا لازم ضلني ضابطه اعصابي وبامرك يا وطن يعني. اوكي، شو يعني شو صار بحيثيه تحقيق معك؟
انا يعني في ناس سالوهم مين دفع لكم و يعني آه. يعني مين دفع لكم لتنزلوا وتتظاهروا؟ قالوا لي لا نازله، مين دعاك، مين منظم، اذا كنت لحالي او لا. بس مين منظم هذا شيء معروف، مش معلومات سريه. ما, يعني. ما بعرف حتى القصص انه لما يقعدوا يصورونا بالتليفونات معه موجودين على كل انه بس مباشر على كل المحطات. شو الفكره انه يجي مخبر يقعد يصورك كمان؟ انه كلنا مبينين طالعين ومش مستحيين يعني. بيجي واحد مدني بيناتهم بصير يصورنا، انه ليش عم تصورنا؟ للارشيف تبعهم يمكن، او ما بعرف. وفي حدا بيجي بعدين بغير مظاهره بيكونوا بنيشنونا يعني تارجت، بيروحوا بيطلونا. بس يعني يبدو انه يعني هيك صار امبارح في كاس بالضبط، يبدو انه فعال هيدا الموضوع. في حدا من قوى الامن نفسهم كان عم يتمسخر على هيدا الموضوع. وكمان بدي اقول انه نحن كنا بمحل يجي مين ما كان يفوت بده ياخذ صوره، وهيدا الشيء منه مقبول. نحن عملنا مشكلة عليه يعني انه مفروض لا يصورنا، بيجي بالتليفون ونحن بالمخفر عادي، هو بده يصور بدون اذن بدون اي مبرر قانوني. كل شيء مستباح عندهم وممنوع عنهم. اذا الاسئله اللي سالتك اللي طرحت عليكي هي مين دعا لي انت موجوده؟ اهم سؤال كان انه بنت حلوه مثلك شو عم تعمل بالشارع؟ فعلا؟ طبعا. هيدا اول سؤال كان سالت. بس السؤال محله. شو يمكن هذا نوع من اللعب يعني الريفرس سايكولوجي يعني هو عم بيشعب انوستك وين انوستك او يعني. عم بيلطف عليك الشارع منه المحل الغلط، الشارع هو المحل الصح اللي نحن بدنا نكون فيه طول الوقت، وهيدا محلنا. بنت شاب شو ما كان نحن محلنا بالشارع، وما في اهانه ابدا انا كنت بالشارع ابدا ابدا. وكمان في محل قوى الامنيه تبع مثلا، في حدا قال لي انه لو اختي كانت بسحبها من لسانها او من شعراتها ما بعرف، احد العناصر حدا بالمخفر قال لك هيك. في حدا تاني قلنا انه انتم اخواتنا، لا منهم اخواتنا لان احنا بنعرف اصلا انه هن بيضربوا اخواتهم كمان. فانه بس اللي عم تقوليه نضال في نوع من يعني عم ترسمي نوع من ما بدي اقول العداوه بس نوع من الخصومه بينك وبين عناصر قوى الامن مش مع المؤسسه. انا عم انت عم بتقولي انه انا إيه لا ما فيهم يكونوا هن اخواتي لانه انا بعرف انه هن ما بيعملوا. في ناس ايه لانه بمحل انا قلت بالاول انه في ناس كانوا لذيذين يعني اصلا هن ببين مين الحدا يعني انا عندي فيديو كمان لحدا بقلب تحت برياض الصلح شو كان عم يحكي قبل انه هلا بدنا نضربهم وهيك كيف بعدين هو عم يضرب تبع انه مادد لسانه ويلا خلصونا منكم ونزل الكاميرا انه عن جد ببين مين الحدا اللي واقف غصبا عنه ومين الحدا اللي عن جد مستشرس علينا وانه ايه بمحل اكيد حيكون عندي عداوه لما حدا بده يضربني وبحقد ويقول لي كلمات امبارح يعني بالجميزه ايه بالضبط شو اكثر المشاهدات اللي شفتها بالجميزه اللي مثلا كان في الكولونيل كان كثير مهذب كان في الكابتن جايتهم اوامر ما فيهم يطلعوا منها في بروسيجرز معينه بدهم يمشوا فيها ليطلعوا البنات قلت لهم بهيك حاله والعالم على الطريق وقاطع الطريق وبهيك ظرف ما فينا نفوت بقوانينكم في ست بنات بدهم يطلعوا بس هن قد ما فيهم عم بيأخروا عم بيزلوا عم بيوقفوا من السلطة العالية للأوامر للزباط والزباط مش بإيدها يعني شو بده يعمل بده يطلعهم راحت رتبته راح معاشه فصلوه على البيت. انت ليه برأيك امبارح كان في طلب يعني التعامل بهذا النوع من الحزم مع المتظاهرين لحتى ما بقى ينزلوا يعني انا ساعت ابني بيشوف صاحبه أكل ضربة على راسه بيجي أنا مثلا بقول له بليز باب ما تنزل لأنه شفت شو صار أنا ما رح أقول له هيك أنا ابني رجع نزل امبارح عشية فعلا أنا طلعت على عودة إلى نهاركم سعيد اللي غير استوديو بهذه الأثناء لأنه بتخيل اللي كله كانوا عم بيتابعوا لاحظوا أنه صار في انقطاع بالتيار الكهربائي وهيدا خاصه ب يعني مشكلة تقنية ما بعرف يمكن كثرة التأنين خلت أنه حتى المطار الخاص اللي مفروض أنه يمد الكهرباء 24 ساعة دون انقطاع على الاستوديو صار في خلل. برحب هلا فيك يارا الحركة، أهلا وسهلا فيك. أنت انضميتي لضيوفنا نضال أيوب وميشيل أبو سليمان، أنت أيضا من اللي تم توقيفهم من الصبايا اللي تم توقيفهم بالأمس خلال المظاهرات. أنت توقفتي واقتضتي إلى الجميزة إلى مخفر الجميزة، إذا ممكن تخبرينا شو اللي صار معك ليه تم توقيفك؟
بداية صباح الخير للكل. اللي صار نحن انه كان في مظاهرة امبارح مقررة من قبل اسبوع تقريبا انه على بمناسبة طاولة الحوار واعتراض على طاولة الحوار اللي عم بتصير بظل الازمات اللي ونحن نزلنا يعني مثل الكل كنا عم نشارك بالمظاهرة وانا كنت وحدة من المشاركات بهذه المظاهرة. اللي كان امبارح واضح من الجو العام اللي تحت بالساحة انه كأنه في شيء عم يتحضر، يعني كان اول شيء من ناحية إذا بدنا نحكي عن الحواجز الحديدية اللي بتنحط بالعادة بيكون حواجز الحديدية مثبتة أكثر بأماكنا، بيكون عادة عادة هيدي معروفة دائما خصوصا إذا عم نحكي جلسة مجلس نواب أو طاولة حوار أو إلى آخره، دائما في إجراءات أمنية خصوصا الصحفيين بيعرفوا كثير من هيدي القصص لأنه هن بيكونوا عم بيتابعوها بيكونوا واقفين دائما حد القوى الأمنية عادة لا بيكونوا عم بيصوروا المشاركين وإلى آخره. امبارح كان في وضوح إنه كان في شيء كأنه عم يتحضر لاعتقالات ومن عشوائية أبداً، كانت الاعتقالات كتير ممنهجة مبارح وكان في الهدف تشتيت الأشخاص لحتى يعتقلوا أكبر عدد ممكن من الأشخاص كمان لحتى لضرب الحراك. فإذن قلنا أول شيء الحواجز الحديدية ما كانت مثبتة بأماكنها 100%، كان الدعم اللي عم نحكي هي قوى مكافحة الشغب كانت موجودة لكن على شكل نص دائرة، يعني إذا 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 كمان الصحافة بترجع بتشوف كان حوالي نص دائرة عاملين، يعني عاملين مثل كأنه كمين للعالم إنه ساعة اللي بدهم فيهم يهجموا ساعة اللي بدهم لا. هيدول القصص البسيطة اللي فيك تلاحظيها ويمكن بتلاحظيها بعدين بتفهمي انه ليش معقولة انه كانت العوائق غير مثبتة بشكل كبير. صحيح. وطريقة انتشارهم صحيح كانت توحي بشيء مريب، توحي بشيء مريب بالإضافة انه هي أول مرة بيستخدم قوى مشاهدينا. بعتذر كثير يعني عن هذه الأخطاء التقنية واللي سببها عطل بالدمر الخاص ب يعني تغذية الكهرباء. برجع لك يارا تفضلي. ما كنا عم نقول انه القصص اللي كانت ملاحظة امبارح كان كمان شيء كثير مستغرب وملاحظ عند الكل انه أول مرة بالقوى العناصر الأمنية بتنزل قوى أو عناصر أمنية من الإناث، كان هذا الشيء يعني نحن صرنا قديم ننزل على المظاهرات وخصوصي بهذا الحراك تحديدا، هيدي أول مرة بيكون في هذا التواجد وهذا بيعني كمان إنه في تحضير لاعتقالات صبايا. يعني هلا ما بعرف إن كيف كان عاملين كوتا نسائية، يعني عادة ما بيكون في أبداً عناصر أبداً نسائية أول أبداً. مرة بتكون بتاريخ يعني بتاريخ الحراك هيدا عم نحكي، وأي تحركات تانية قبل يعني من النوادر لنشوف عناصر نسائية نساء عم تقتاد صبايا. يعني صبايا أوكي. او رجال يعني بمظاهره، فهيدي كانت مؤشرات كثير واضحه انه في شيء بالحراك عم يتحرك، اضافه انه في وجود مخبرين كثير كبير عم بيكون بكل المظاهرات وبهيدي المظاهره تحديدا وبيكونوا عم بيصوروا بطريقه مباشره، وحتى يعني قبل يمكن كان في بعض الخجل او بعض يمكن تردد انه ما يبين الشخص، هلا ما عندهم ابدا مشكل انه يبين الشخص عم بيصورك ويبين كانه عم بيوثق الحاله. كل هيدي القصص يعني اللي نحن تعرضنا لها امبارح يعني، وشي كمان اشارت له نضال كثير بحب ارجع ركز عليه انه نحن مشكلتنا مش لا مع عناصر القوى الامنيه، نحن مشكلتنا مع فكره بتزرعها المؤسسه العسكريه والامنيه بالبدله، فكره البدله وفكره السلطه انه بيقدر اي حدا. انا بفهم انه هو من واجباته يحمي مجلس او يحمي لانه هذا بالاخر هو وظيفته، هو تابع للدوله تابع لهذا الجهاز الامني، لكن مش من واجباته ابدا. ما بتصور من الاوامر العسكريه انه يضرب على الراس، انه يستهدف ليؤذي، انه يسب يستعمل شتائم، لانه حتى بالمؤسسه العسكريه هذه الاشياء ممنوعه، يعني اذا بدنا نحكي تقنيا وفعليا هيدي ممنوعه، ممنوع هو يستخدمها، ممنوع يستفز من كلمه حتى لو متظاهر سبل له امه اخته، لانه هي الفكره منا شخصيه منش يعني لألك. هي منا لاله عم بسب، هي عم بسب الحراميه طبعا. خلينا نشوف بعض الصور. اكيد انا طبعا بدي ارجع اكد انه انا هون عم بس للراي الاخر. خلينا نشوف بعض الصور كريم اذا ممكن وضع الصور اللي اوكي. اذا هون طبعا يعني واضح انه القوى الامنيه عم تستخدم ايضا هي موضوع مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن وجهه نظرها. هون احدى الصور اللي بتقول انه بالصور هكذا يتم التعامل مع الموقوفين لدى القوى الامنيه، يعني واضح انه بشيء من الرفق من الانسانيه. ممكن نشوف الصوره الثانيه حبيباتي. هيدي ايضا صوره هيدي كثير استخدمت. ايه هيدي الصوره كثير استخدمت، وايضا بتقول انه القوى الامنيه عم تواجه بابتسامه ما اعتبروه قله ادب، يعني
قلة أدب تجاهها، وهذه تحية للقوى الأمنية. هذا الشيء بخولهم يضربوا على الرأس. بس الصورة اللي عم بتفرجي نعم. إنه هي عم يعني هي عم تستفزه. عم تستفزه بس هو عم يبتسم هو ما عم بيرد عليها بالضرب. أنا عم بحكي الصورة. ما خلينا نكون واضحين بهس بهذه النقطة سوري مش إذا حقاطعك. لا لا. هيدا الموضوع تحديدا اللي هو يمكن العالم عنده شوي يعني إذا بدك ما عنده إدراك فعلا على اللي بيصير بالأرض. أي. الأرض فعليا شيء مختلف عن هيدي الأخلاق تبع البيت وإذا عم تستقبل ضيف عندك بالبيت وإنه كيف مفروض تستقبلي ما في اتيكات على الأرض. هيدا شيء كتير واضح لازم نقوله. على الأرض اللي بيحكمك هو أول شيء الانفعال، لأنه مش كل العالم بالآخر جاي من محل مضبوط. ثلاث ارباع العالم اللي عم تنزل على الشارع جاي من وجع، جاي من حاله اقتصاديه سيئه، جاي من حاله ما في كهرباء، ما في مي، ما في وظائف، في بطاله، في زباله بالبلد، في ازمه ما عم تنحل، في ازمات ما عم تنحل بالبلد. فكتير صعب انه يكون في يعني هيدا انا عم بحكي من وجهه نظر اولى، انه نقعد نتحكم بمشاعر وانفعالات ممكن بلحظتها بتتغير، يعني اي حدا اي انسان طبيعي ممكن يعني يعيشها حتى القوى الامنيه. ها وحده. اثنين، لما انا بدي اسمع من القوى الأمنية بحد ذاتها واللي هني ما بفرجوك إياها بالآخر في المقلب والمقلب الآخر. القوى الأمنية لما بتحكيني أنا كمتظاهرة بكون واقفة وبتعطي نفس الإشارة، إشارة الإصبع بتعطينا إياها كمتظاهرات، لما بيستعملوا كلمات نابية للمتظاهرين، لما بيصيروا بيستفزون بتحريك العصاية، لا هيدول كلها كمان حركات مستفزه للشارع، لانه ابن 18 سنه او 16 سنه ما فيك تهزي له العصايه وكانك عم بتهددي ومتوقعه منه انه يكون عم بيرد عليك بكل رقي وادب وحضاره. ما في شيء. انا هيدي تعابير اللي تستخدم الحضاريه في ما في شيء اسمه الحضاريه في المظاهرات. كان عندك تعليق ميشيل على موضوع يعني انا عندي تعليق انه هيدي الاشياء السخيفه وخصوصا يعني مع احترامنا لكل العالم وزير المشنوق عم يحكي عن انه كيف الناس عم بتبزق على القوى الامنيه. فيني شوف من فضلكم التصريح للوزير رهاد المشنوق يعني عم وصل لهالسخافه عم يحكي عن بزقه. وانا بدي اقول شيء انه العالم ما دائما تتعامل مع شيء انه هلا عم يتعرضوا. يعني نحن نزلنا قبل انضربنا، نرش علينا، انكب علينا قنابل غاز، رصاص مطاطي. فانا ماني هلا رده الفعل اللي عم بعملها هلا انه حط له اصبع الاوسط يعني انه لا من ولا شيء. انا بدي اطلع ليه عم بعمل هيك. في كذا سبب، في كذا تراكم. ها طبعا عدا عن انه عم بدافع عن سلطه اوريدي طول الوقت عم تقمعني، عم تاخذ لي حقوقي، عن يعني انه انا في محل بدي هيدي السلطه تفل وهو عم يحميها. فانه يا خليني اسمع شو اللي صار معك بالضبط. انت ليه تم توقيفك وشو اللي صار بحيثيه التوقيف؟ اللي صار يعني اختصارا للوقت، كان عم بيصير في اعتداءات على العديد من الشباب، كان في ملاحقات لاشخاص معينين خلال الحراك، ونحن كنا كل اللي عم نحاول نعمله انه عم نمنع انه ينضربوا الاشخاص. يعني كان في استخدام للعنف كبير. اللي صار انه كان في نضال واقفة، يعني انا هذا الحدث اللي صار معي انه نضال كانت واقفة عم تمنع انه ينضرب زميل لنا بالمظاهرة او يعتقل يعني هي نحن لا منعناهم ولا ضربناهم ولا اعتدينا عليهم مثل ما قالوا. هي بكل بساطة وقفت حاجز من شان نخفف العنف الممارس. وانا لما شفتها كمان عم تتعرض للضرب، انت بطبيعة الحال هون بتفقدي اي، بالاخر انا جاي كمان من باك جراوند صحافي وهي نفس الشيء، ما بعود يعني بتكبي هيدا الشيء، بتصيري انت هون قدام موقف انه في ناس عم تنضرب، عم تعنف، عم تستخدم العنف ضدها بدون اي وجه حق. فانا بهيدي الحاله يعني كنت واقفه وفجاه بلاقي ثلاث عناصر وراي عم بتشدني بدون ما اعرف ليه. طبعا عم بتشدني. كنت واقفه؟ كنت واقفه يعني حدا لنضال. في صور واضحه اصلا انه انا ما ضربت يعني او ما استعملت ايدي تجاه، انا حتى ايدي بين القوى الامنيه وبين نضال. هذا كان في فيديو موثق يعني عن هيدي الحاله، حاله اعتقالي واعتقاله واعتقال الي كلداني. في فيديو موثق من اول ما انلقط لي اللي ما عم يعمل شيء، كان واقف انلقط ونجر وانضرب بالسياره لحديت ما نضال كانت عم تحاول تحميه انه من الضرب لحديت ما انا جيت. كله هيدا فيديو موثق. فاذا انت كنتي واقفه ما عم تعملي شيء يارا، عم تتفرجي على نضال كيف عم بيتم عم تحاول شو؟ عم حاول امنع انه ينضرب. اوكي. فتم اقتيادي ثلاث اشخاص بيسحبوني. انا صراحه ما عرفت يعني بالوهله الاولى ما بتقدري مستوعبه انت اذا عم تنسحبي وانا انه عم اقول لهم انا انه ليه بدكم توقفوني يعني. أوكي. هيدا السبب. لما في جمله قالت لي بدنا نخلص من رب، سوري بدنا نخلص من ربك، هيك قال لي
انا عندي بدنا نخلص بقى من ربك من الارض مش من ربك لك يعني انت خاصه يعني من ربكم كلكم انا عندي فيديو خلص ربنا غير ربه حدا عم بيقول انه خلصونا يعني خلصونا ما بدا وانا لما حاولت ما اتوقف يعني كنت عم شد انه ما يقدر يحركوني فعيطوا لعناصر النسائيه وهنيك صار وضع ثاني يعني شو اوكي شو صار يعني اقتدوك دغري على مش بس اقتدوني كانوا عم يضربوني كانوا عم بلكشوني انا عندي مثلا من ضفيرهم بايدي اكثر من مطرح معلمين ضفيرهم صاروا يشدوا ضفيره غير انه لما طبعا هذا السلك انا يعني نضال كانت معي بالبوكس السلك كانت هي شدت لي اياه على ايدي هي ما بحاجه اصلا يشدوه كثير لانه اصلا ما بينقطش هذا النوع من السلك فهي شدته على الاخر لدرجه انه انا لما وصلت على المخفر اللي هو سكنت الحلو كانت ايدي كلها مزرقه يعني حتى ايدي من فوق بقى مزرقين ما بقى قادره يعني عم بفوت الدم وضل نص ساعه لا في مقص يفكوا لي يعني لهالدرجه هيدا الطريقه من الاهانات هي هيدي نوع من الاهانات عم بهنوكي لحتى تتراجع عن مواقفك يعني هن مش عارفين انه هذا شيء بده يزيد في صور لتصريح وزير الداخليه حول نعم اذا خليني اقرا شو بيقول وزير الداخليه بيقول رايت بعيني كيف يتهجم الصبايا كيف تهجم الصبايا والشباب بالبزق والشتم على العناصر الأمنية ومن حمايتنا نحن من مهمتنا حماية المتظاهرين إذن هو عم بيقول إنه هذه يعني كان مهمته الأساسية هي حمايتكم ولكن هو شهد بعينه كيف أنتم اعتديتوا على القوى الأمنية وبالتالي ما كان بالبزق في أنا ما نركز على البزق انه لك شو هالسلاح حضرته لك شو هالسلاح البزق يعني يعني بتفوت البزقه من هون تطلع مفلوعه من ورا يعني مش معقول بغض النظر عن موضوع البزقه اللي هي معقول تسبب اصابات خطيره انه حضرته من فتره عمل مؤتمر وطلع عم بفرجي صوره عسكري عم بقول متروك لحاله بينما نحن كان عندنا فيديو كيف عم بيشربوه مي عم بيشربوا مي وعم بيساعدوه كانوا فانه عن جد يا ريت بس يفلوا ونقول له فهيطة طوق ارحل يا مسلوق يعني بالضبط وديما كثير مهم انه العالم تعرف يمكن الناس اللي ما عم تنزل على الشارع في ويمكن مغرر فيها بمعنى انه في الاخبار مش عم تقدر تنقلها مظبوط وانه نحن مروج عنا انه نحن مندسين جماعات غير منظمه وغير منتظمه ومخله للشغب وبدها تحتل الاماكن العامه وبالاخر في حق لازم ينعرف جزء قبل ما اوصل انا ليش انتم عم تتظاهروا انا بدي اعرف لما وصلتي على المخفر لما صار في تحقيق معك طبعا شو اهم الاسئله اللي توجهت لك مين دعاكي ليه بتنزلي على مظاهرات مظاهرات مرخصه ولا غير مرخصه يعني هيدي الاسئله لانه انا ما مش شغلتي اعرف انا مواطنه فيني شارك باي مظاهره بتقنعني مش منظمه انا لا رخص او ما رخص هل في حدا بيدفع لكم قال لك هيك ايه بيسالوا هالاسئله هل في حدا بيدفع لكم الاسئله يعني انه انت عارف دوله عربيه انه هول ناس جايين من حرقه ويعني مثلا انا وياها هن اول ما سالونا شو بنشتغل نحن انه صحافي فبالعاده عاده باي تحقيق الصحافي بيكون عنده وضع خاص يعني وضع اخر مختلف لكن هن كمان هيدا الموضوع ما اخذوه بعين الاعتبار يعني انه قطعوا على الموضوع وكانه شيئا لم يكن مين كان معي بيصيروا بيسالوكي على اسماء انه ما مفروض انا اعرف معلومات بدي يسالوها هي عن انه قصص ليشوفوا والعكس. اذا في تناقض بالحكي او يسالوني إلي عنها هذا مجريات التحقيق العاديه وعلى اي اساس تم اخلاء سبيلكم تم اخلاء سبيلنا صراحه لانه ما في شيء يعني انا برايي الشخصي هلا غير هن اللي بيقولوه هن انه هن يعني مثل كانوا تكرموا علينا وعفوا عنا بسند بكفاله يعني لسند اقامه وعلى اعتبار انه بيرجع بتكمل مجريات التحقيق لاحقا ممكن يصير في محاكمه او لا وهذا اللي اتقلنا اياه بالمخفر الجميزي بس فعليا هو ما كان في اي عذر قانوني بيخليهم يخلونا نهار واحد بالحبس مش ساعه اضافيه حتى وكمان ضروري ننوه انه نحن صار في المفاوضات انه نمضي على تعهد نحن رفضنا نمضي عليه اللي هو تعهد انه لم ولن اول مره قالوا لنا انه ما نشارك بالمظاهرات طبعا ثاني مره رجعوا فاتوا بخبريه الشغب بالمظاهرات ونحن رفضنا لانه تعبير فضفض لقينا انه الشغب انا يعني ممكن هلا نقبض علي بدون وجه حق
أنا كنت معتقلة رأي، أنا كنت متظاهرة. ممكن أي مرة تانية يكون أنا صافي سيارتي على جنب حد جريت النهار يقولوا لي أنت عم تعملي شغب. صح. يعني أنا ساعتها بعطيهم حجة مش بس لإلي. مع العلم أنه بإحدى تويتات قوى الأمن الداخلي بتقول تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على احترامها الكلي لحق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي. صراحة يعني أنا ما شفته هذا الشيء اللي ظهر؟ إيه؟ أنا ما بس شفته. خليني كمان أحكي وجهة نظرهم. التظاهر السلمي ما معناته أنه المتظاهرين يجوا ياخذوا أو يجربوا أنه ينزعوا البغياغ أو يعني الأسلاك اللي بتفصل بينهم وبين مجلس النواب. يعني هيدا أيضا بطلنا بالإطار السلمي، صار في تحدي. طيب نحن حنمشي في شيء اسمه بالتحرك، في شيء اسمه خطوات تصعيدية بالعادة. نحن مش بأول يوم من الأزمة. نحن هلا ازمه النفايات تحديدا، خليني اذا بدنا نحكي عن ازمه النفايات قد ايه صار لها اكثر من لأوجه. خلص يعني خلص ما بقى في، يعني صارت الشوارع كلها نفايات يعني متحركه على شوي، وجايين على موسم العالم ما بقى عم يعني ما بقى عم توعى انه حجم الازمه اكبر، مش بس كمان متعلق بالنفايات المسنوطه بالمكبات على الطرقات، متعلقه بانه في عندك نظام بلش يحمي حاله، عم يحمي حاله لأنه خايفين. أنا برأيي أول مرة بتاريخ النظام الأطراف كلها بتجتمع على تحرك. يعني أول شيء حاولوا يستغلوا التحرك، يحاولوا ينسبوا لطرف، ما نجحوا، ما قدروا ينسبوا لأنه فعلياً التحرك مش منسوب لأي طرف، لأنه فعلياً ما قدر حدا ينسى العالم اللي انتقدت انه في كثير كثير فعاليات وفي كثير اطراف. هيدا انا برايي هيدا شيء صحي لانه بيعني انه في كثير عالم مختلفه وجهات نظرها لكن عم تنزل. خليني اخذ اتصال من احدى ايضا يعني المتظاهرات اللي كانت على اشتباك مع القوى الامنيه. مريم نهارك سعيد. مريم وي بونجوريك. اهلا وسهلا مريم. انت كنت بالامس ايضا بالتظاهره وانت من الناس اللي اشتبكوا او يعني اشتبكوا مع القوى الامنيه. في عندك يعني حابه تقوليه بهذا الموضوع؟ اذا ممكن تحط بس صورتها على الهواء لمريم. نعم كان سميه دفعنا على حالنا بوزن لانه كان طريقه قمعهم كثير مستفزه لدرجه انه تخليك تدافع عن حالك. الصورت اللي بوجه اللي عم بيبتسم اللي حضرتكم حطيتوا الصوره، نعم هيدا صورتي من بعد ما خبط رفقاتنا وانا كنت عم ساعد زريح، مبين صوري انا على التي في، نعم مفترقه معي اذا ما عرف مين انا، مبين صوري عم ساعد زريح فدغله راسه، هيدا هو الشخص بالضبط الشرطي بالضبط فدغله راسه للشاب اللي كنت عم ساعده، خبطني على معدتي بالعصايه لاني عم ساعد زريح بالارض لأن أنا بدومين طبي فكنت عم جرب ساعد من خلال دوميني. وأنا قلت عندي إنسانية وبعرف كتير منيح القوى الأمنية هني من أعدائنا بس تصرفاتهم كانت عم تخليهم يبينوا بهيدي الصورة. اوكي بس أوكي. مريم يعني فعلا انا هون بس خليني احكي باسم الاخر، انت عم بتقولي انه هاي الصوره هي بعد ما تم الاعتداء على احد اصدقائك وضربك انت على بطنك، الصوره بتفرجي انه هن بهدوء كامل يعني دينك. بعد ما رجعوا محلاتهم من بعد ما الضابط قال 50 مره رجعوا تراجعوا وما كانوا يتراجعوا، هن يقولوا يلا تعوا شو بدكم فيه، وانا قلت قبل كمان على التي في انه كان الضابط عم بيقول اوامر وهن عم يعطوا اوامر ويقول لهم شو بدكم فيهم، ومتفهمي شو كان حدي انا ساعت للفعل. يعني هول العناصر اللي انت خليني اقول عم تستفزيهم او انت عم تبيني غضبك تجاههم مريم، هو عم بقول له ما زالك هالقد قوي. ايه 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 خليني اقول اللي عم بتعبري عن غضبك تجاههم مريم، هول العناصر هن بذاتهم اللي كانوا عم يعتدوا على احد هن بذاتهم يعني هن يعني الصوره يعني انت من وجهه نظرك يعني خليني هلا اعرض الصورتين. الصوره هاي بتقول واللي عم بدافع عنها يعني ايضا يعني اللي مع قوى الامن الداخلي، هاي الصوره بتقول انه انت عم تجربي تستفزيهم وهن بكل هدوء عم يبتسموا لك، انت عم بتقولي انه الصوره الحقيقيه هي انه ضربوني قبل وضربوا احد اصدقائي، فانا كانت رده فعلي اني عم عبر عن غضبي تجاههم وهن بعد ما عملوا عملتهم كانوا عم يبتسموا لي، هذا اللي عم بتقولي انه هي الصوره الحقيقيه من استفزازهم لإلها تصرفت هالتصرف. اوكي اوكي طيب طبعا مريم انت بتعرفي انه هي الصوره كثير انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم استخدام اكيد ما انبسطت فيه، يعني انا ما كان هدفي ابدا هذا الشيء، هيدا الشخص اللي كان عم يبتسم كان ابتسامته استفزازيه لدرجه انه الضابط اذا رجع وصاله هيدي الازاز اللي على وجهه قال له ارجعوا لورا وقف لورا، لانه في بنت حدي انا من مبين بالصوره ورا الشرطي اللي حدي كانت عم تبكي لما اخذوا رفيقتها هو يطلع فيها ويتبسم مبسوط بحاله وبانجازاته اللي عم بيعملها ضدنا نحن العزل، انا بنت
نزلت ما عندي شيء، مخلص من مظاهرتي بروح على الشغل ما عندي شيء لا ضد القوى الامنيه ولا ضد ولا هيك الشخص لو ما هو استفزنا. في شيء ثاني حابه توضحي مريم؟ بس هيك اكيد انا ما انبسطت من نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كنت عارفه انه في حدا عم بتصور، يا ريت بقدر تشيلها. يعني انا ما هدفي هين القوى الامنيه، هدفي هيدا الشخص اللي استفزنا يستفز مثل ما استفزنا ومثل ما ضربنا. واضحة وجهة نظرك مريم، شكرا لك على هيدا الاتصال. قبل ما ارجع لكم بدي انتقل الى الزميلة ندى انتراوس عزيزة المتواجدة الان امام وزارة البيئة. نهارك سعيد ندى. نهارك سعيد ديما انت وضيوفك. اذا ندى، كيف يبدو نهار ساحة وزارة البيئة بعد يعني الاشتباكات الكبيرة بالامس؟ طبعا علمنا انه طوال الليل كان في يعني نصب لخيم جديدة تضامنا مع المضربين عن الطعام. صح. تعدى 20 عدد الخيام اليوم الصبح. طبعا بداية هيدا النهار هي هادئة جدا في ساحة العزرية تحديدا، يعني في المرآب المقابل لمجمع العزرية منشوف بالصورة انه فعلا عدد الخيام ازداد، ولكن ليس الخيام للناس المشاركة بالاضراب عن الطعام، انما خيام المتضامنين مع المضربين عن الطعام والرافضين لما حصل امس. على كل خيمة رفع العلم اللبناني هي افترشت جزء من المرآب طبعا بشكل ملاصق لخيم المضربين عن الطعام، التي لا تزال هذه الخيم على الرصيف بمكانها ما تغير موقعها. الشبان نفسهم بعدهم موجودين بخيام، خاصة المضربين عن الطعام باستثناء وارف سليمان الذي لا يزال يعني في المستشفى، يعني بعد اللي صار امبارح شباب اصحابه عم يطمنونا على وضعه، ولكن يعني حرصا على التأكيد على سلامته هو لا يزال هناك. ولكن هن بهذا الوقت بعدهم موجودين، بعدهم مستمرين باضرابهم عن الطعام، والساعة 2 في موقف سيعلن عنه يعني عن هيدا التحرك. حسن، امبارح انتم كنتوا على الرغم من استمراركم باضراب عن الطعام شاركتوا بالتظاهر، تم توقيفكم وانت رجعت اليوم على الخيام، قديش بعدك قادر تضاين طالما مع كل اللي عم بيصير بعد ما شفنا في المقابل اي اجراء يستجيب لمطالبكم وصحتكم صارت هي بدائره يمكن الخطر؟ هلا اول شيء طبعا الشباب وصلت الصحه ل حالي لا يوثى لها، بس ولكن إلى حد الآن في مؤتمر صحفي على الساعة 2 وسنعلن عن خطوات، إما تكون تصعيدية إما تكون يعني في مفاجأة على الساعة 2 رح تكون موجودة. طيب بس إنه مين رح يعلنها؟ بس حملة طلعت رح تكون أو المجموعات الشبابية اللي مشاركة أكان بالإضراب عن الطعام أو بالتحركات؟ هيدي بمعزل عن الحملات وبمعزل عن الحراك المدني اللي عم بيصير على الأرض. هيدي تحركات المضربين عن الطعام. نحن الـ 11 رح نجتمع الساعة 2 وحيكون في مؤتمر صحفي بس لحتى يقوم أخونا واف سليمان بصحة وسلامة إن شاء الله. طيب شو هيدي الخيام؟ يعني ناس إجت تتضامن معكم وبالليل قاعدة تحط خيامها، معقول يكون بعد في أكثر؟ هلا هيدي الخيام هي تعبير عن اعتصام مفتوح. هذا الاعتصام مستمر، اعتصام مفتوح الى ان يتم استقاله محمد المشنوق ومحاسبه الشبيح نهاد المشنوق على اللي صار امبارح. يعني نعم، لانه الاستعمال الهمجيه والوحشيه تجاه المواطنين السلميين يلي اجوا بعفويه عم بيعبروا عن نفسيتهم وعن داخليتهم يلي تعبت من السياسيين الفاسدين ونزلوا على ساحة حد جايت النهار لتحت عم بيعبروا عن طريقة بس انه تعبوا من هيدا الشيء من هيدا الفساد، استعملوا ضدهم الوحشية من اعتقال لناس يعني عمرها 15 سنة لبنات لشخص كان الدم ما بعرف الصراع على الاعلام كان الدم من وجهه نازل واخذينه شاحطينه لجوا معتقلينه. محاسبة الشبيح نهاد المشنوق هي من أولويات الحراك المدني اليوم ومن أولوياتكم كمان بالمؤتمر، كمان مواقف تتعلق بهيدا الأمر؟ لوقتها، خليها لوقتها.
شكرا لك حسن، احنا ما بدنا نتعبك، خليك ترجع تقعد يعني مع رفقتك طبعا ديما. يعني هون نعم. الصورة نحن فينا نعتبر انتم باليوم ال 14 او 16 على اضراب عن الطعام، هؤلاء الشبان 11 شاب يعني مستمرين بالاضراب عن الطعام. بنشوف الساعة 2 شو راح يكون الموقف، بنرجع نعم. بنفرجي بالصورة لمرة أخيرة. عدد القيم يلي عم بيزيد بالمرآب المقابل لمبنى العزرية، يا الاعتصام مفتوح، إذا كان مفتوح يعني رح يكون في نصب لمزيد من الخيام، ولكن بعد مؤتمر الصحافة الساعة 2 وبعد ما ينتهي نعم. الدوام الرسمي يعني تخف حركة السيارات بالمرآب، منشوف كيف رح تتطور الأمور على الأرض اللي هي لحد هيدي الساعة كتير هادئة. ديما شكرا لك يا الزميلة ندى اندراوس عزيز. بدي اقول له الحمد لله على السلامة لحسن، لأنه امبارح وقع بين إيدي غاب عن الوعي حسن كان عم يحكي هلا، حتى ناب الأمبولانس وأخذوه على المستشفى ورجعوه ورجع على المظاهرة. الحمد لله على سلامته. خليني قبل ما يخلص وقتي اسال كل حدا فيكم اليوم وجهه تحركاته، اول شيء بعد اللي صار امبارح شو سقفه، وهل بتتوقعوا انه الوتيره تزيد او بتخف؟ معك يارا اول شيء. انا بس حعلق تعليق ودغري وصله بالجواب. اوكي. التعليق اول شيء على مريم اللي حكيت، واحدة من الوسائل اللي بيتبعها النظام هي دائما تحسيس الاحساس بالذنب للاشخاص اللي عم بيقوموا باي تصرف. هيدي واحدة من النقاط. نحن اللي بدنا نقوله انه قدام التلفزيونات السلطه الاساسيه هي السلطه اللي بتطلع بتفوت على كل البيت. السوشيال ميديا مش موجود بكل البيوت، مش موجود عند كل العالم، هو وسيله كثير مهمه، بس الوسيله الاهم هو التوثيق الفيديو، وقتها بتكون انت صوره، وقتها بتكون ستيل ما بتنقل لك كل الحدث، فيك تركزي على البارت اللي بدك اياه، بينما الفيديو اللي موثق الكامل هو بيقدر ينقل لك كل الصوره كامله. مثل صوره عنصر قوى الامان اللي عم يبكي وما حدا عم بيساعده، بينما الفيديو بتفرج انه كل الناس كانوا عم يساعدوه. فبالتالي هيدا كثير موضوع مهم، انه كثير ينتبهوا له العالم، ما يحسوا بالذنب، ما يتراجعوا عن الشيء اللي كانوا عم يعملوه، لانه هن ما عم يعملوا شيء غلط. يعني هون بنبلش النقطه، الشارع هو المكان الصح لهيدا الحراك، ما بقى في عنا حلول اخرى. الموضوع الثاني اللي بدنا نقوله ان المؤسسه الامنيه اللي عنا اياها هي بالاخر تابعه لنظام، نظام اللي ما بده ايانا نكون بالارض. نحن صحيح مش ضد العناصر القوى، لكن نحن ضد كمان هيدي المؤسسه اللي هي بالاخر عم تحمي نظام نحن ضده، ضد فساده واللي هو اصلا موجود هيدا الفساد بقلب المؤسسه العسكريه. يعني كل عنصر او ثلاث ارباع العناصر اللي موجوده بهيدا بتفوت بالواسطه، نحن بنعرف كثير منيح هيدا الشيء. يعني هيدا بيرجع اذا بدك للخلاصه الاخيره، انه تحرك هيدا على وسعه وعلى اختلاف كل المشتركين فيه، والاتهامات اللي بتنزت انه عميل ومندس وبين زعران وغير منضبطين وداعش صح. فهيدا بيوحي، هيدا بياكد انه هيدا الحراك عم ينجح انا برايي، وبياكد اكثر انه العالم يعني لمست وجود داعشي بين صراحة أنا ما لمست، ما بعرف إلا إذا حدا شايفني أنا معقول كون داعشية يعني ونازلة. لا لأنه امبارح نشرت صحيفة السفير هو صحيح. إنه داعش تندس مزبوط. بين المتظاهرين بالآخر. هلا في عنا الجرايد، المجلات، الصحافة بشكل عام للأسف هي في عندك أبواق للنظام، السلطة أبواق السلطة بدها تستخدم كل السلاح اللي لها. يعني لكون كمان إذا بدك منصفة، خليني أقول إنه اليوم منشطة لصحيفة السفير صح. كان كتير مع المتظاهرين ضد السلطة. تفضلي. يعني فهي بالآخر اللي بدنا نقوله إنه السلطة عم تستخدم كل هلأ كل الأسلحة اللي لها، كل الأسلحة هلأ عم بتزت على الأرض، لأنه في خوف فعلي على الأرض إنه من نجاح التحرك. أنا برأيي العالم لازم توثق شوي أكتر بالتحرك، توثق إنه هي عندها مطالب محققة لو لمين كانت تابعة. صار الوقت إنه نوصل في المصلحة الوطنية، يعني مصلحة الفرد بهيدا الوطن هي أهم من مصلحة أي زعيم عم يستفيد على حساب كل مواطن. بس يارا بدي أقولك إنه في كتير ناس من الجمهور اللي هو مش بالضرورة مع النظام لما كان عم يشوف اللي عم يصير امبارح كان ممكن عم يستفزوا فكرة انه طب ليه نزلين تعملوا مشاكل ليه وتتظاهروا سلميا. هيدا بدي اقولك انه فعلا سمعتها بين الجمهور مش بين هلا شكل يعني النضال. في اراء، في اراء ديما، وين ما كان في اراء وين ما كان في. انا بس بدي اوجه نداء ترجي للشرفاء بالمجلس النيابي، ولانه وين ما كان في شرفاء وين ما كان في زعران وين ما كان في فاسدين، انه يتركوا معاشاتهم، ما ياخذوا اي شيء من الدوله، لانه اي موظف ما بينزل على وظيفته وما بيعمل شغله مش مفروض يقبض معاشه. يتركوا معاشاتهم، يرجعوها للدوله او يرجعوها لاعمال يمكن لسرطان الاطفال، يمكن لاي مؤسسه خيريه، يعطوا معاشاتهم لهدول الناس، ما يقبضوا معاشاتهم لانه هن موظفين ما عم بيشتغلوا شغلهم. هذا نداء لهول الشرفاء
يلي بمجلس النواب. وبالنسبة لك اليوم سقف التحرك اللي أنت عم تنزل كرماله شو صار؟ شو هو السقف اللي أنت اليوم عم تنزل كرماله؟ الزبالة أو ما بعد الزبالة؟ أكيد ما بعد الزبالة، بس الزبالة هي ضروريات هلا لأنه جايين على شتاء. طيب يعني بس واضح أنه كمان كان في إقرار لخطة واضحة متكاملة من قبل مجلس الوزراء. لا شو عملوا امبارح ديما؟ شو يعني طلعوا مين حكي مين صرح بشيء لا في خطة بانه بتقضي بانه ينفتح مطمر النعمة لسبعة ايام ليش بيرضوا الناس اللي هونيك من قبل تسكروا شو قالوا بدهم يفتحوه سنة بعدين ايه بس انا اللي قصدي هي يعني كنت بخلال الحلقة عم بتقول ميشيل انه خلص بقى يلاقوا حل بس انه إذا بدي أحكي بإلسانهم هنا عم يلاقوا حل ما عم بيقبلوا الناس يعني بس دي ما في خطة مقابلة يعني شارب النحاس أطلق هديك اليوم خطة طوارئ لأزمة النفايات وأعلنها يعني بس بالآخر كمان في محاصصة تانية هي بالآخر يعني تنبير عقد إضافي لسنة ونص بعدهم مصرين على الصفقة ما بيحل الأزمة أنا برأيي في صفقات بدها تتمرر كل سنة نحن كان في وعود إنه في حلول حتتنعمل خلال فترة مؤقتة بينعمل تعاقد فيها مع شركة اللي هي سوكلين كان عم يتمدد لك الفترة انا بس بدي علق على شغلي انا انا بعرف انه متفائل عليها هو متفائل بس جملي انه انا برايي اي حدا شريف ما بيقبل يبقى بمجلس غير شرعي انا ما كملت حديثي لانه لقلك ليش يارا انا ما كملت حديثي انا بعد الثلاثه انا بعد الثلاثه يعني عم بعطي مجال للثلاثه مش انا هذا رايي الشخصي اي شريف بيقدم استقالته وبيتركهم وبينزل على الشارع نحن بنستقبله اي شريف بقدم استقالته من المجلس او من الوزاره نحن بنستقبله بالشارع معنا لانه اكيد ما راح يطلع من امرهم شيء واكيد ما راح يفتحوا لهم مجال للشرفاء مثل شرب النحاس بس انت اذا كانه طرد من الوزاره شرب النحاس بس اليوم اذا استقال المجلس يعني ما بدك تعمل انتخابات نيابيه بدك اقرار بدك اقرار قانون بالمجلس النيابي اذا يعني صرنا كمان بدائره مقفوله انت بدك انه المؤسسه يعني لا بدنا ماشي كمؤسسه بس يعني هي الشيء اللي بعد موجود هي والمجلس الوزراء اذا انت اليوم طلبت هذا الشيء ويستقيلوا يعملوا هذا الشيء ويستقيلوا انه خلصنا خلصونا منكم بقى بليز انه وصلتوا لوقت عم تخبطونا وبتقتلونا بالطرقات انه معكم حق يعني شيء زايد شيء صار زياده عن اللزوم عندك تعليق انا كمان بشوف انه اكيد ما في شرفاء وحتى لو قدم استقالته في مليون ازمه قطعت وهيك كان في حيالله حدا منهم يقدم استقالته من قبل واذا حدا هلا قدم استقالته هو تيحافظ على ماء الوجه. الوجه يعني هذا واحد ثاني شيء عن قصه التظاهر السلمي يعني خليه يحافظ على ماء الوجه التظاهر السلمي نحن شو ما عملنا نحن شو ما عملنا ما عم نخلص عن جد ولا شيء انه حتى لما يكون في تظاهرات سلميه اللي لنقول قضيه المخطوفين اللي من وقت الحرب الاهليه اللي هن كثير سلميين هذه القضيه شو صار فيها يعني في محلات انه بعدين حنوصلها عم نوصلها هيك في شيء اسمه عن كانوا عم بتقولي انه اليوم يا اما الضغط بشكل موجع يا اما ما بتوصل لنتيجه إيه انه ايه يعني انا بس بدي اقول شيء نحن عن جد حققنا شيء انا بحياتي ما كنت بتخيل امي عم تنزل مظاهرات انا بحياتي ما كنت بتخيل امي تيجي تقول لهم للشرطة أنا فخورة ببنتي يعني أنا بتذكر من سنتين لورا كانت تيجي عم تقول لي إنه إخواتي كلهم عاقلين لأنت بتعملي مشاكل أنا أمي عم تنزل مظاهرات عم تهتف إنه لا في شيء تغير أهالين عم بيقولولنا إنه مش ما تنزلوا انتبهوا على حالكم إنه لا في شيء تغير في شيء تغير يعني ولا مرة كان بقول له لابني نزال كبي بدل ما أقول له لا انتبه قعد بالبيت معناتها وصل السيف لرقبتنا خلص ما في حل تاني بقى إلا الشارع في جملة بس بدي أقولها إنه العالم اللي بتقول إنه نحنا هلأ خايفين من الفراغ أنا برأيي نحنا صرنا يمكن إذا بدي أقول 3 سنين أو 4 سنين عايشين بفراغ وراحين على المجهول كمان اللي بقولوا بس خايفين من الفوضى يعني الفكرة إنه نحنا أكتر من هيك فوضى ما في يعني العالم بقى لازم توعى إنه صحيح نحنا ما بدنا يعني حالة الفوضى الخلاقة اللي بيتهمونا فيها لكن نحنا أصلا بالفوضى نحنا بهلأ مجموعة عم بتحاول تطيل حياتها لتاخد مكاسب قد ما فيها وتورط لأنه هي حترجع تتورط نحن في بيوت ديما بصراحة في بيوت سياسية ورطت ناس سياسيين كتير عندهم نزاهة كتير عندهم شرف هول ما فينا ننكرهم في ناس في بيوت سياسية عريقة
من فجر التاريخ، بس في بيوت سياسية فاسدة عم بتورد فساد لأولادها ورح يكفوا 40 سنة تانيين، هيدي ما رح نرضاها. كانك عم تقول انه انت مع جزء من السلطة مش كلهم يعني جزء تاني. هون انا هذا الخلاف بيني وبين نضال، انا في ناس شرفاء وين ما كان، وفي ناس زعران وين ما كان. مثلا في ناس زعران معنا بالمظاهرات بيندسوا بيناتنا وبيعملوا فوضى. ميشيل، في نظريه بتقول انه مجرد الدخول بالنظام اللبناني بتعريفه الحالي اللي هو نظام طائفي قايم على الصفقات وعلى الكومبينات، يعني حتى لو انت ما كنت سارق ولكن مجرد دخولك بنظام عم تحمي قواعده هو انك انت تغطي على سمسرات معينه اللي كانت تستمر. في ناس حجتها انه عم بتفوت بدها تصلح من جوا، ما في حدا يستعمل جهاز فاسد كله ليصلح. ما في ايه ما طلع من الامر شيء، معك هيدي معك حق نضال فيها. أوكي. انا بقول عن التيار الوطني الحر عم بيقول انه من قد ايه صار له بالسلطه. قد ايه صار له بالسلطه على خلاف انه نحن انه نحن فايتين بدنا نصلح من جوا. طيب وصلتوا لهلا وما صلحتوا من جوا، احملوا حالكم قد مستقلتكم ونزلوا على الشارع. جبران بس بيطلع بيقول بدنا كهرباء مع وسائل. لا مش بس عم بحكي عن التيار، يمكن عن الكتائب، عن القوات، عن حزب الله، كلهم جايين تصلحوا من جوا. لا لا لا، كيف حدا بده يصلح من جوا؟ بده شهره يكون رئيس جيش. اي حدا بفوت هو معك على فكره، بس شكل نضال ده هو معك ومعك هو ما عم بزعيه، بس هو اي حدا بفوت بمنظومه المحاصصه. بس انا ما فيني اذكر انه في شرفاء حقائق وزاريه لا مصالح شو ما كانت المصالح. انا برايي في اربع سنين لو في حدا بده يحقق اي نتيجه كان حقق. في ناس ما حققت نتائج لانه ما بدها بكل بساطه. شرب النحاس لما فات على وزاره كله وقفوا ضده وطلعوه لانه ما كان في توافق عليه ولا على خطته السياسيه. يعني شرب النحاس مثلا، بما انه عم يحكوا عن شرب النحاس، انا كمان يعني ما بعتبره 100% انه ماضي على مشاريع خاصه، على مشاريع خاصه يعني انه ماشي الحال. بس صح صح صح، يعني بالاخير اذا بدنا اوكي. طب بس انا برجع بسالكم يعني قبل ما يخلص وقت، انتم شو افقكم؟ افقكم يعني انتم عم تقولوا انه السيستم بحد ذاته، النظام بحد ذاته اصبح معطل وهو اصلا تكوينه فاسد. بس انا اللي بدي اقول لك اياه انه انتم اليوم يمكن عم بتحققوا بعض المكتسبات، مثل انه السيده الوالده تنزل، مثل انه يصير في وعي عند الشعب، مثل انه يصير في مثل انتفاضه داخليه، ولكن كل هالمكتسبات ما بعرف اذا بتوافقون الراي تبقى قليله وصغيره جدا قدام كبر المؤسسة السياسية. صح. والطائفية بالبلد. صح. اللي هي استمرارية الحراك ديما. استمرارية الحراك هو يلي بده ينزلون، هو بده يسقطون. بس انتو برأيكم انه انتو اللي واضح انه اللي عم بتقولوه هو انه في مشكلة بالنظام، بطلنا قصة نفايات وكهرباء وما بعرف شو. لا النظام هو عنده ولد هالأزمات كلها. لا لحظة لحظة، بواقعية شديدة انتو رأيكم انه هيدا الحراك ممكن انه يكسر المؤسسه الطائفيه؟ انا برايي ما بيكسرها كلها، بس ممكن يبلش يضعفها بكثير نقاط. يعني في عندك في بالاخر في الحراك كثير كبير وبعده ما تبلور. يعني هلا كمان لو واحد يجي يقول بحراك بكم شهر بده يبلور شكل حراك ويحط خطه واضحه وصريحه، كمان هذا بيكون نحن عم نشوف واقعيين. يضرب نظام صار له 40 سنه مجزر مش مجزر بافاده مواطن صغير بيستفيد من 5000 ليره رشوه لانه ما بده اياها تروح من ايده اذا هذا النظام راح. هيدا عم نحكي هالقد الامور واصله بالبلد. نحن اللي بدنا اياه بدنا نضعفه، منضعفه من نقاط قادرين نشتغل عليها. بلشنا بأزمة نفايات. أنا برأيي في هون آراء مختلفة. في ناس بتروح إنه في عصيان مدني ممكن يصير، في ناس بتروح إنه خلينا نحقق مطالب بأزمة معينة صغيرة مثل أزمة النفايات نحققها، نضغط على هيدا السيستم بهيدا الأزمة ومننتقل لأزمات تانية. بس بدي أقول شيء إنه نحن ما بلشنا هلأ، يعني إنه في كان كتير أزمات قبل وكل مرة عم نضل، ولا مرة إنه هلأ بدأت نحل المشكلة. لا نحن عارفين إنه معركة مفتوحة وطويلة، انه ما قايله انه انا هلا بدي اشوف التغيير. أوكي. بس احنا عم نراكم نحن بكل شيء. أوكي. كل شيء انه حيصير في تغيير، يمكن مش هلا بس كل خطوه عم نعملها عم بتراكم لبعدين. اوكي ميشيل ابو سليمان، اخر تعليق لك. عندي تحذير. عندي تحذير وخطير جدا وما عليه بدي اقوله على الهواء. بدي اقول لهم للجامعات كلها يلي عم تنزل على الشارع والمسؤولين منهم والوجوه المعروفه انه يا جماعه في زعماء تؤمر بالقتل، انتبهوا. امبارح شهدتوا انتوا على اللي صار عند مع
يعني ما يقال بانه بخيام بخيام كنا معتقلين موقوفين وقتها. طيب انا بدي اشكركم على وجودكم معنا. يارا الحركه احدى الموقوفات بتحرك امس 16 ايلول، ميشيل ابو سليمان انت كانسان مش كفنان. نعم انا بدي اقول انه اهم يعني من يعني اكثر احد أكتر ابرز الناشطين امبارح للدفاع عن الموقوفات، يعني ما صار في تعليقات انه ميشيل ابو سليمان وطارق تميم وبديع ابو شقره وشباب نزلوا فنانين، شو نزلين يعملوا سكوب؟ لا نحن بنشم ريحه زباله كمان، ونحن بتنقطع عنا الكهرباء، وانا ابني الكبير سفرته على كازاخستان ليشتغل وابني الثاني لاحقه. نحن بنحس كفنانين بس بنحس كانسان كمواطن عادي نزلت انا لتحت. ونضال ايوب ايضا احدى الموقوفات بالامس، الحمد لله على سلامتكم، يعطيكم العافيه، وشكرا على وجودكم معنا اليوم. بنهاركم سعيد مشاهدينا، شكرا لكم على حسن